بعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. يسوء الطقس الصافي هذا اليوم في العاصمة عمان مع 31 درجة مئوية، الملموسة 29، الرطوبة 55% والرياح تكون معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأ شمالا عجلون 29 ل 17 مع طقس صافي، إربد 30 ل 18، جرش 32 ل 18، والمفرق 33 إلى 20. المنطقة الوسطى العاصمة عمان 31 ل 20، الزرقاء 34 ل 21، البلقاء 32 ل 21، مأدبة 32 ل 18، والبحر الميت 38 إلى 24. المنطقة الجنوبية الكرك 29 ل 17، الطفيلة 29 ل 18، الشوبك 28 ل 18، معان 35 ل 21، والعقبة 39 إلى 26. المنطقة الشرقية رويشت 38 ل 21، الصفاوي 39 ل 18، أما الأزرق طقس حار 38 إلى 21. إلى اللقاء.